هاي العجيل قمل ياكلها، لا عندي اجيب لها دواء ديويها، سمعت؟ وانا مريضه حق دواء ما عندي، والله اخذنا جارنا حكمنا لله بالله. ملخص ما قد يقال عن أهالي مخيم مورينا بريف إدلب الغربي هو أن الحشرات نهشت أجسادهم. في مجمع مخيمات مورين والتي تبعد عن مركز مدينة إدلب 15 كيلومتراً، أغلب المعرضين للدغ الحشرات هم الأطفال. لا منظفات متوفرة ولا ماء يكفي، تجاهل تام من قبل المنظمات المعنية، كما أن أقرب نقطة طبية يمكن أن يقصدها أهالي المخيم من أجل التداوي تبعد نحو نصف ساعة بالسيارة، عدا عن بدائية الصرف الصحي التي سببت انتشار الحشرات الضارة. الحال تسوء باستمرار، خاصة أن سداً لتصريف مياه مدينة إدلب يمر على أطراف المخيم مباشرة ويسهم بجلب الحشرات الضارة. مع بدء فصل الصيف وجه أهالي المخيم نداءات عبر مراسل عنب بلدي من أجل النظر بحالهم. والله يا خايا نحك حالنا هيش، أنا أقول له هذا فسفس جاي علينا فسفس، لأن ما أبو بخ ما أبو بخ، كل مرة نبخ حتى بالطيارة يبخون، إيه ما ظل بخ ولا ظلت مدارة، كل من يقول أسألك يا نفسي يا حسرتي، وصارت الأمراض كثرت، النشح من الزبالة الذبان حبانة، فهمت علي؟ وقلت مي. معاناتنا اليومية، يا بابا جسمي، يا بابا اجري، يا بابا رقبتي، يا بابا تحت باطي، يا بابا ما بعرف وين بين فخاد والولد الصغير حكي القمل، يعني كل يوم بدك تحمم حمامين ثلاث يوم ما في مي، كل يومين بدك، كل يوم بدك لازم تغسل له ثيابه، بقول لك غسل ثياب ابنك الصغير كل يومين، الكبير كل يوم بدي بدل ثيابه، اهم شيء الثياب الداخليه بدلوها، ديروا بالكم من حالات الجرب، الجرب هذا معدي. من قلت الصابون، من قلت المي، من قلت الادوات، نحن منين بدنا نجيب؟ ليك ما عندنا حدا، ليك هالمخيم كله جربان، كله جربان. رحنا على عيادات يعني شافوه، يعني رحنا على اقرب عياده عندنا هالاخوان في ادلب. يعني 15 كيلومتر تقريبا اخذنا الاولاد، انتشر بس نادى بصفيات الاولاد كلياتهم، يعني هلا الاولاد كلياتهم تقريبا معديين في الجرب. كيف عم تعالجوا حالكم؟ اي والله وضع بدل ايش، يعني عم نروح لادلب ليعطونا تيلي كمان، لان هون نقاط طبيه ما في عندنا قريبه خالص، بدنا نروح نضطر نروح لادلب. الذباب والبق والسوس وحشرات أخرى سببت معاناة ل 270 عائلة تقيم في مخيم مورين. مندوب المخيمات محمد عبد الرحمن الحسين أكد أنهم ناشدوا جميع المعنيين بالأمر في أكثر من مكان لتأمين مستلزمات العناية بالنظافة والمياه أو ردم سد الصرف الصحي، ولكن لا تفاعل من مديرية التنمية في حكومة الإنقاذ أو حتى من قبل أي منظمة، رغم الحاجة الشديدة لإيجاد حل للمشكلة بأسرع وقت. نحن هون تجمعت هون والسبب عنا السد، السد يعني بيجيب لنا إشكالات أكثر بسبب المي المكشوفة متلوثي الصرف الصحي، لأنه كشف بهذا عم ينعكس نتائجه علينا نحن كمهجرين قاعدين عند السد وهوني، ووضعنا لا يخلى عن حدا. وضع السد ايش وضع السد؟ يعني ايش المي اللي فيه؟ وضع السد صرف صحي تبع مخيمات كفر جالس وادلب، عم تجي على السد لون تجمع بترجع بتجي محد منا من هون من تحت، واجت المعنيين بالامر شافوا على اساس يعملوا له حل وما عملوا له حل، كشف، سبب الكشف عم بينعكس نتائجه على المهجرين اللي قاعدين على دايره. هذا وضعنا من كل الجهات، ناشدنا جميع المعنيين بالأمر، لم يحد يستجيب إلنا نهائياً نهائياً.